المسائية من القناة الثانية، أهلا بكم ونستهلها بأبرز العناوين. بمسجد حسان بالرباط رأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وعاصفة بوريس تلحق أضرارا جسيمة في وسط وشرق أوروبا وتودي بحياة 7 أشخاص على الأقل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مخيمي جباليا والنصيرات والنواصي ويعترف بقتل 3 رهائن في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يجري آخر حصة تدريبية استعدادا لمواجهة منتخب طاجيكستان غدا الاثنين. أهلا بكم. يحل غدا الاثنين بالمغرب عيد المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تتقدم القناة الثانية بأحر التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة وللشعب المغربي. وبمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب السمو ملوك ورؤساء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات وأزكى الأمان لهم بموفور الصحة والسعادة والهناء. وإحياء لليلة المولد النبوي الشريف ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفلا دينيا بمسجد حسان بالرباط، تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية ومنح جوائز لشخصيات علمية مرموقة ومتميزين في حفظ وتجويد كتاب الله ومبدعين في مجال الحروفية وفني الزخرفة والخط المغربيين. ربورتاج عبد العالم كاوي وتحرير حمزة أيتم سعود. سبط المصطفى الكريم يحافظ على سنة إحياء مولد جده صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحيا بمسجد حسان بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. الحفل الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة عرف إلقاء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لكلمة بين يدي جلالته قدم فيها حاصلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية قبل أن يقدم لجلالته التقرير المتعلق بحاصلة هذه المؤسسة العلمية التي هي من أدوات القيام بأمانة أمير المؤمنين في حماية الدين. ولقد انصب اجتهاد المؤسسة العلمية في العقدين الأخيرين على حماية الدين من جهة صيانة الثوابت وتأثير العبادات، فتحصل من هذا الاجتهاد اقتناع جمهور الأمة بضرورة حياد المساجد وحياد القيمين الدينيين إزاء الاجتهادات السياسية لمختلف التيارات المجتمع. إثر ذلك سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية بالإضافة لعدد من الجوائز الأخرى للشخصيات العلمية المتوجة في هذه الليلة المباركة. هذه الجائزة في الفكر والدراسات الإسلامية حظى بها بواسطة التفاتة كريمة من أمير المؤمنين جلالة الملك. شعور لا يوصف الحقيقة، وتشريف ما بعده تشريف. أسأل الله أن يديم عزه ونصره وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. شعوري أتسلم الجائزة عند يدي الملك صاحب الجلالة، الله أشعر بالفرح إذ تمنيت ذلك حينما خرجت من تنزانيا. قلت في نفسي إن شاء الله حتى أستلم الجائزة عند من يدي الملك. إحساس جميل أنني نسلم الجائزة من يد سيدنا، يعني واحد الإحساس ما يمكن ليش نعبر عليه ببضع كلمات، خاصو يعني مجهود كبير باش نقدر نوصف هذا الإحساس اللي عندي الداخل. لي الشرف العظيم أن أستلم هذه الجائزة من يد صاحب الجلالة حفظه الله وأياده،
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام الكبير الذي يليه صاحب الجلالة للفن والفنانين. بعد ذلك تقدم للسلام على أمير المؤمنين أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، كما حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ميلاده. وبمناسبة عيد النبوي المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل جلالة الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم، وعددهم 638 شخصا. يحظى عيد المولد النبوي الشريف بمكانة كبيرة ورمزية خاصة لدى المغاربة، وقبيل حلوله تشهد الأسواق ومحلات بيع الحلويات التقليدية إقبالا لافتا يعكس ارتباط مختلف شرائح المجتمع بهويتهم وطقوسهم وحرصهم على إحياء ذكرى مولد خير البرية في أجواء تطبعها البهجة. النموذج من الرباط في ريبورتاج مريم أملال ومصطفى سعدوني. أنواع حلويات وأشكال كعك من كل الأصناف يجذبك مرآها حتى قبل التذوق، ولأن المناسبة احتفال بذكرى مولد خير البرية فالنساء كن ربات بيوت أو عاملات فالأمر سيان لا غنى عن اقتناء حلوى العيد التقليدية لتزيين مائدة العيد. جينا هنا كنتقدوا حلويات، كنذكروا عيد ميلود وكنجيو عند الحباب وكنعيدوا معاهم بحال عيد صغير. الذكرى النبويه كنديروها نحتفلوا مع الوليدات ومع العائله، وكنجيو نديو الحلوى من هذا السيد اللي كنعرفوه قديم ضروري، وكنديروها حتى في الدار ماشي هنا ضروري كناخذوها حنا، هذه ما يمكنش ما ديرهاش ضروري كتزوق بها ضروري مول فينا الدار. أصناف متنوعة لتلبية كل الأذواق وأسعار تختلف حسب المكونات والمكسرات المستعملة وكل حسب قدرته الشرائية. كنا كنعرفوا ان عيد المولد النبوي عيد ديال الحوايج وعيد ديال الحلوى، هذا العيد هذا كيكون عليه اقبال كبير بالحلويات، رغم ان كاين المشكل ديال الغلاء وكاين الدخول المدرسي وكاين رغم ذلك كاين مجموعه ديال الاكراهات، ولكن رغم ذلك كاين اقبال على الحلوى، الناس كتجي تشري الحلوى. وتبقى الحلويات التقليدية من أفضل ما يستقبل به المغاربة الأعياد الدينية، وكل ما تحتاجه مائدة العيد هو تزيينها بألد أطباق الحلوى المغربية. جهة درعا تفيلال شهدت خلال الأيام الماضية تساقطات مطرية غزيرة كانت لها يد بيضاء على وضعية الموارد المائية بالجهة، حيث ارتفع منسوب مياه الأودية وانتعشت حقينة السدود والفرشات المائية، وكل ذلك ساهم في تحسين الوضع المائي وتوفير مياه الري للفلاحين. ريبورتاج حسن أسكوري وتحرير جليلة بن فتان. السد تحويلي مول إبراهيم بمنطقة تفيلالت انتعشت حقينته بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وادي غريس الذي يغذي المنطقة بالموارد المائية، ما انعكس إيجابا على الفرشة المائية والمجال الفلاحي. الآبار العادية اللي ما كانش فيهم الماء ولا واحد النسبة مئوية لاباس عليها، وبالنسبة للآبار اللي هي غارقة طلع المستوى ديال الماء، الفلاحات يستبشروا خير ان شاء الله بالموسم الفلاحي، وهما على اتم استعداد باش ان شاء الله يمارسوا النشاط ديالهم. بدوره سد الحسن الداخل برشيدية سجل نسبة ملء مهمة أنعشت حقينة السد، تساقطات مطرية ساهمت أيضا في ارتفاع نسبة ملء جل سدود جهة درعا تفيلالت. منطقة نفوذ الوكالة الحوض المائي لقرزيز غريس سجلت مؤخرا تساقطات مطرية جد مهمة في الآونة الأخيرة، مما ساهم في ارتفاع حجم واردات بحقينة السدود بما يقارب 90 مليون متر مكعب. ارتفعت حقينة السد الحسن الداخل مثلا من 76 مليون قبل التساقطات إلى 111 مليون متر مكعب، وكذلك سد قدوسة ارتفعت انتقلت من 12 مليون متر مكعب إلى 60 مليون متر مكعب. هي حصيلة مائية مهمة تعد ببداية سنة هيدرولوجية جيدة بأقاليم جهة درعا تفيلالت بعد سنوات متواصلة من الجفاف.
دوليا أدت العاصفة بوريس التي تضرب شرق ووسط أوروبا مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مصرع 7 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين، كما تسببت في أضرار جسيمة وحدوث فيضانات غير مسبوقة في الجمهورية التشيكية وسلوفانيا وبولندا والنمسا ورومانيا. تفاصيل أوفى في تقرير حمزة أيت مسعود. المشهد من مدينة غلوكولاز البولندية الغارقة التي غمرتها مياه نهر بيالا غلوتشولاسكا نتيجة فيضانات العاصفة بوريس. عملية إجلاء الآلاف من السكان عترتها الفيضانات والتي قطعت الكهرباء ورفعت خطورة الوضع. الوضع مأساوي للغاية في أكثر من منطقة، وأدعو السكان للتعاون مع خدمات الإنقاذ في الأماكن التي تصدر فيها أوامر الإخلاء. في رومانيا ارتفعت حصيلة الخسائر بعد تسجيل وفاة شخص سادس. الوضع في رومانيا لا يختلف كثيرا عن نظيره في دول سلوفاكيا، التشيك والنمسا. لقد دخلت المياه منازلنا وجرفت تقريبا كل شيء. الوضع أصعب مما عشناه في فيضانات عام 2002. ما يعادل أمطار شهر كامل تلقتها دول شرق وسط أوروبا في أقل من 4 أيام. عاصفة بوريس أوقفت أيضا حركة القطارات جزئيا في هذه الدول، ومن المنتظر أن تظل الأمطار العاصفية بكل من بولندا وتشيك إلى غاية يوم الاثنين. وبورما ليست أفضل حالا من وسط وشرق أوروبا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 113 قتيلا فيما اعتبر 64 شخصا في عدد المفقودين، كما تسببت الفيضانات في انهيار السدود وتدمير منازل ونزوح قرابة 320 ألف شخص. هذا الوضع دفع بالسلطات المحلية إلى طلب مساعدة دولية عاجلة للإغاثة. وفي شمال اليونان تتعرض المسطحات المائية إلى خطر الجفاف التام بسبب الاحتباس الحراري، ما يثير قلق السكان والخبراء بشأن اختفاء بحيرات المنطقة بشكل كامل. المزيد من التفاصيل في تقرير شيماء العلامة. تواجه اليونان في السنوات الأخيرة تحديا بيئيا خطيرا ناتجا عن الاحترار المناخي، هو الذي ألقى بظلاله الثقيلة على الطبيعة والمجتمع. في شمال البلاد تشهد العديد من المسطحات المائية تغييرات جذرية، حيث كانت فيما مضى ممتدة بصفاء وجمال، إلا أنها اليوم تشهد جفافا وانحسارا مخيفا. بحيرة كورونيا قرب مدينة سالونيكي التي كانت تعج بالحياة أصبحت اليوم موطنا لأرض متشققة وأسماك نافقة، وأصبحت رائحتها الكريهة تنذر بكارثة بيئية تلوح في الأفق. ما كان في الماضي مشهدا مائيا رائعا بات الآن مجالا خاليا من الحياة. ومع مرور الأيام تتفاقم حالة هذه البحيرات، حيث يلاحظ السكان تراجع منسوب المياه واختفاء الحياة فيها. الطيور والأسماك تلفظ أنفاسها الأخيرة، في حين أن طيور النحام الوردي لا تجد إلا القليل من الماء لتأمين غذائها في مناطق محدودة. ومع اقتراب الشتاء تتعالى الأصوات المحذرة من احتمالية حدوث أزمة أكبر إذا لم يكن هناك ما يكفي من الأمطار والثلوج. الخطر بات وشيكا والقلق يزداد مع كل يوم جديد، والعلماء يحذرون ويدقون ناقوس الخطر. حالة بحيرة كورونيا في تدهور واضح، وهو ما أكدته تحاليل العوالق النباتية خلال فصل الصيف، حيث رصدنا كميات مرتفعة من البكتيريا الزرقاء التي تشكل دليلا قويا على التدهور البيئي. لاحظنا في العامين الأخيرين تراجعا ملحوظا في معدلات الأمطار، حيث كانت عند أدنى مستوياتها. بالإضافة إلى ذلك سجلت درجات الحرارة خلال هذه السنة أعلى مستوى لها خلال العقد الأخير، وهذه الظروف تؤثر على البحيرة سواء بشكل مباشر عبر زيادة التبخر أو بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع احتياجات الري. موجة الحر التي شهدتها اليونان خلال الصيف كانت من بين الأقوى منذ عقود، وأدت إلى تبخر كمية كبيرة من المياه في بحيرة بيكروليمن التي كانت ملاذا طبيعيا وجذابا. اليوم لم يتبقى فيها سوى مياه متبخرة، كما أن المنتجعات والفنادق التي كانت تعج بالزوار بدأت في الانحسار بعد أن فقدت المنطقة جاذبيتها السياحية بسبب تغير طبيعتها البيئية. وأمام هذا الواقع يتساءل السكان المحليون والخبراء البيئيون، هل ستتمكن اليونان من استعادة عافيتها الطبيعية في ظل هذا الاحترار المناخي المستمر؟
وبالأردن قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد استقالة الحكومة التي يرأسها بشر الخصونة، وكلف جعفر حسن بتشكيل حكومة جديدة، كما كلف حكومة الخصونة بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها. وفي اليوم 45 بعد 300 واصل جيش الاحتلال قصف مخيمي جباليا والنصيرات ومنطقة النواصي، وعلى الجانب الآخر أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات 3 رهائن أنهم قتلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، كما أعلن في بيان رسمي سقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة شرقي تل أبيب. تقرير جيهان الدبلالي. هو جيل بأكمله يقف صامدا أمام الدمار والخراب الذي تلحقه قوات الاحتلال بشكل كبير بقطاع غزة ومناطق أخرى، وفي يومها 345 تواليا ما تزال الحرب متواصلة على الأراضي الفلسطينية بين شن الغارات الجوية والقصف المدفعي، فيما عدد الشهداء في تصاعد يوميا مع ارتكاب المجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان. وفي أرجاء متفرقة من قطاع غزة واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها صباح اليوم مستهدفة منازل المدنيين وتجمعات النازحين، والحصيلة 10 شهداء والعديد من الجرحى. ووسط رفح قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل نصفها للمباني السكنية خصوصا بمنطقة المواصل التي عرفت صباح اليوم هي الأخرى استشهاد 3 فلسطينيين. وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 رهائن نتيجة قصف مدفعي، ما زال آلاف الأشخاص يتظاهرون بشوارع تل أبيب في محاولة زيادة الضغط على الحكومة من أجل تأمين اتفاق إطلاق سراح 97 شخصا من الرهائن المحتجزين بغزة. المسائية متواصلة مشاهدين الكرام وتتابعون فيها أيضا. أزر منتزه يزخر بمساحات خضراء ومناطق خلابة تستهوي عشاق الطبيعة. والفنان الفوتوغرافي نور الدين الوراري يستعيد ظلالا من ماضيه في معرض فني بالرباط. وقبل ذلك في الخبر الرياضي، أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة اليوم الأحد آخر حصة تدريبية استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان غدا الاثنين في مباراة ستقام برسم الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم داخل القاعة في ملعب هومو أرينا بالعاصمة الأوزبكية طشقند. تقرير محمد القردة. لا مجال للتهاون أو التراخي. الأسود يعدون العدة قبل قص شريط مباراة في المونديال بمواجهة طاجكستان، مباراة أولى تكتسي أهمية كبيرة للعناصر الوطنية، الانتصار فيها يرفع منسوب المعنويات. تاريخيا هي أول مباراة تجمع المنتخب الوطني بمنتخب طاجكستان المحتل المركز 39 عالميا. توفرت لنا جميع الظروف باش ان شاء الله نحقوا نتائج زوينه في هذا الكوب دي موند، وان شاء الله الهدف ديالنا حنايا هو الماتش الاول ديال طاجكستان، واحد هو كما كنقول لك هو الساروت والمفتاح اللي غيبين لنا ان شاء الله الطراجي اللي غنشوفه في هذا الكوب دي موند ان شاء الله. المنتخب الوطني سيفتقد في مباراته الاولى لخدمه سفيان بوريط الذي يغيب بداعي الاصابه، هذا فيما لم يرافق يوسف جواد وبلال بقى لبعثة المنتخب الوطني بسبب الإصابة أيضا. احنا كنوجدوا لهذه المقابلة خصوصا المقابلة الأولى، المنتخب طاجكستان منتخب ماشي سهل، ولكن الحمد لله مع السي هشام احنا كنخدموا وكنحاولوا نشوفوا نقاط الضعف ديالهم والقوة باش نكونوا زعما على أكمل وجه، وإن شاء الله بإذن الله احنا كنتفائلوا خير. في رابع حضور لهم في مونديال الكبار، أسود الفوتسال يسعون لمواصلة كتابة التاريخ. المنتخب الوطني يتطلع لتجاوز حاجز دور الربع الذي بلغه في النسخة الأخيرة. اللحظة، نصل مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الرياضية الأسبوعية التي يخصصها أسامة العبادي لمشاركة أسود الأطلس في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة. أسامة أهلا بك. أهلا بك خالد. بداية، ما هي أهم مستجدات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة قبل انطلاق منافسات كأس العالم؟ يعني بالفعل خالد، لم يتبقى سوى القليل عن ضربة بداية أولى مباريات المنتخب الوطني وأبناء هشام الدقيق في أهم أو على مستوى هذا الحدث.
إذن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أعد العدة ولم يتبقى سوى ساعات قليلة عن ضربة بداية مشاركته الرابعة بمنافسات كأس العالم. المباراة الأولى للمنتخب الوطني ستجمعه بمنتخب طاجكستان الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم، وذلك عقب احتلاله للمركز الرابع في مسابقة كأس الأمم الآسيوية. مواجهة المنتخب الوطني صاحب المركز السادس عالميا تبدو على الورق لصالح أبناء هشام الدكيك، خاصة وأن النخبة الوطنية تواجه منتخبا لم يعيش تجربة وأجواء كأس العالم من قبل. لكن غياب لاعبين بقيمة يوسف جواد وبلال البقالي عن صفوف المنتخب الوطني، زائد إصابة بوريط الذي سيغيب بنسب كبيرة عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني، عوامل قد تجعل المواجهة صعبة. لكن بوجود أسماء مجربة على غرار المسرار ودريس الرئيس الفني وتحت قيادة مدرب بقيمة هشام الدكيك، الأكيد أن المنتخب الوطني مرشح وبقوة للفوز. وأهمية الانتصار في المباراة الأولى تتمثل في مد اللاعبين بالثقة من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة. خالد أسامة، ماذا عن أبرز إنجازات المنتخب الوطني قبل هذه المشاركة الرابعة؟ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة خالد أضحى من كبار القوم كرويا. منتخب المغرب لكرة القدم داخل القاعة حقق العديد من الإنجازات البارزة على صعيدين القاري والدولي. من أبرز هذه الإنجازات بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي حمل لقبها لثلاث مرات، أمر يجعله من أنجح المنتخبات الإفريقية في تاريخ البطولة. وفي نسخة كأس العالم 2021 التي أقيمت في ليتوانيا قدم المنتخب المغربي أداء مميزا ووصل إلى دور الربع، وهو أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. وعلى الصعيد العربي وفي بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة توج المنتخب المغربي بكأس العرب في عدة مناسبات، مما يبرز تفوقه على المستوى العربي. وما تأهل المنتخب الوطني كذلك لعدة نسخ من كأس العالم إلا انعكاس لاستمراريته وتطوره وقوته في هذا المجال، فضلا عن الانتصارات على منتخبات عالمية خلال مشاركاته في البطولات العالمية والإفريقية. وللتذكير، المنتخب المغربي حقق انتصارات على منتخبات قوية من خارج القارة الإفريقية بما ساهم في تعزيز مكانته على الساحة الدولية. هذه الإنجازات تؤكد مكانة المنتخب المغربي كواحد من أفضل المنتخبات في كرة القدم داخل القاعة على مستوى إفريقيا والعالم العربي، ولما لا العالم، حيث الرغبة القوية في صعود البوديوم في دورة أوزبكستان. وهذا ما نتمناه خالد. أسامة، حظ موفق للمنتخب الوطني يوم غد، وشكرا لك، ونضرب لك موعدا الأسبوع القادم. شكرا لك خالد. وأشجار أزر الشامخة وجهة لعشاق الطبيعة من داخل المغرب وخارجه، وعطلة نهاية الأسبوع تعد فرصة موائمة للاستمتاع بغابات الأطلس المتوسط التي يتجاوز عمرها مئات السنين. ريبورتاج سارة جابري وإدريس الكوهن وتحرير جيهان الدبللي. هي مزار سياحي أيكولوجي، غابة الأرز بأزرو، غابة تتوسطها شجرة غورو التي يفوق عمرها 8 قرون. هي شاهدة على استيطان أشجار الأرز بالأطلس المتوسط، والمنطقة تستهوي عشاق الطبيعة من كل حدب وصوب. هي أول زيارة إلى المغرب ولهذه المنطقة، ولقد أعجبت كثيرا بهذه المناظر الخلابة. توقفنا عند مدخل المنطقة وتلقينا استقبالا رائعا من طرف الساكنة هنا. سعيدة جدا باستقبال الساكنة لزوار المنطقة. المغرب بلد رائع بمناظره الخلابة. وعطلة نهاية الأسبوع هي فرصة لزيارة هذه الغابة والاستمتاع بالمناظر الخلابة وارتشاف كوب من الشاي المنعنع وسط هذه الأجواء الهادئة بعيدا عن ضجيج المدينة. جيت من مدينة الناظور باش نشوف الاجواء، اجواء زوينه هنا بزاف، كان الغابه والخضوريه وكلشي مزيان والناس مزيانين. ومرحبا بكم، وحنا كنعيشوا هنا، ها القروده، ها الخيل، ها صحاب كوكب، كلشي كيعيش في هذه البليصه، واكلين الخبز والحمد لله. الطبيعه ديالنا زوينه، كلشي زوين، ثقه تامه، وحمدنا الله وشكرناه والحمد لله، ومرحبا بالجميع اللي جا عندنا. والأكيد أن الترحيب الذي خصت به الساكنة الزوار المغاربة والأجانب سيمنحهم فرصة الرجوع لهذه المنطقة الساحرة. فقط يجب المحافظة على نظافة الغابة التي تعتبر فضاء طبيعيا وتراثا أيكولوجيا بامتياز.
ونختم المسائية من الرباط، حيث يستعيد الفنان الفوتوغرافي نور الدين الوراري ظلالا من ماضيه في معرض فني برواق ضفاف التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج. روبورتاج بشرى رئيف ومصطفى السعدوني. هي هذه التفاصيل الفنية الدقيقة التي جعلت الفنان الفوتوغرافي نور الدين الوراري يتميز عن باقي الفنانين بتجربته الممتدة لأكثر من 40 عاما، والتي تمزج بين الروح المغربية والثقافة الأمريكية. ها هو يختزلها اليوم في هذا المعرض بعنوان ظلال من ماضي. الموضوع هذا جولي شوازي أبخي تقريبا شي 40 عام ديال تخافاي أوز إتازوني دأمريك. دائما كنت كنخمم واحد النهار الا كنت غادي نرجع للمغرب غادي ندير شي حاجه على بلادي. اولا ندير شي حاجه على الاصل ديالي، شكون انا ومنين جيت. بكل فخر واعتزاز يستحضر الوراري ذكريات طفولته بدرب السلطان بالدار البيضاء، حيث ظهرت الارهاصات الاولى للتصوير قبل ان يشد الرحال الى الديار الامريكيه في ثمانينيات القرن الماضي. درس في مدرسة الفوتوغرافيا بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم اشتغل في استوديوهات عديدة معروفة عالميا، وتعاون مع شخصيات وفوتوغرافيين مشهورين. الطريقة الأنسب لرؤية مستقبلنا هي أن نفهم ماضينا، وأرى أن معرض ظلال من ماضي تجسيد لذلك. كل صورة تمثل بورتريهات لأشخاص نراهم يوميا بتعابير مختلفة، أحيانا ابتسامة أحيانا نظرة توصل لنا مشاعر معينة. ظلال من ماضي معرض بمثابة كتاب مفتوح وجسر ممدود بين الثقافتين المغربية والأمريكية. اختاره نور الدين الوراري كمحطة لتكريم أسرته ووطنه. المعرض سيبقى مفتوحا إلى غاية ما تم شهر سبتمبر برواق ضفاف بالعاصمة. وفي ختام المسائية إليكم مشاهدين الكرام تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. بمسجد حسن بالرباط ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وللاطلاع على مزيد من الأخبار يمكنكم مشاهدين الكرام زيارة موقع القناة الثانية دوزام.ما أو تطبيق ميدوزام. دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.